بي. يا غول بك يا ريح، وسي خلاص انقطع. والروحة والجاية زي الدور المربوط في السماء. أنا اللي حاسة إن راسي عمالة توش، ونفسي أعمل كوباية شاي لكن مش قادرة. ما تاخديلك كاس يما ينعنيش، شوفوا البت وقلة حياها. وأني من إمتى يا بت بشرب؟ عايزة تدرمغيني يا معدولة؟ ما تجيبي بقي سكين، اوعي تديها يا بت. عايزة تاخدي عليها وما تعرفيش تبطليها وتصرفي كل فلوسك عليها زي الخمرجية دي. ما شاء الله حسب الله تعالى حسبنا عايزين ننام. بعد الغلة وجاي. يا ساتر يموت على القرش. مش احسن ما اموت على الهباب اللي بتشربيه ده؟ قال يعني ما بتشربهاش، ما كل ده بنشم بقك من القفايا خمرة. ده بيبقوا كاسين كده بس عشان افضل مفتح عينيا واخد بالي باللي بيدور حواليا. عملت ايه مع صاحب البيت خلينا نتخمق؟ اهو كله تمام وقليصطة. او جابت الفتوة؟ ايوه يا بنت، واتفقت معاها على كل حاجة وصرفت بقرشين. بس هي المشكلة حاجة واحدة بس. ايه؟ النسوان اللي هتشتغل في البيت. نسوان ايه؟ احنا مش جولنا حرمة واحدة بس يا اخوانا. النسوان دي لو كترت البوليس هيعرف ان الحكاية كبرت ووسعت وودينا في سيني وجيم. يا سلام، حتى لو مفيش نسوان برضو هيجي يشدنا في سين وجيم. هيشدنا على ايه يا حاصر؟ ما هو كل اوضه هتبقى غرزه، يعني قضيه. الله، وعلى ايه ده كله؟ ما بلاش الهم ده. ماني قلتلكوا كفايه علينا القهوه، ودينا عايشين من وراها، بناكل ونشرب وننبسط، وكل واحد ياخد له مطرح في البيت ويستر نفسه. وبعدين بقى انتوا هتكسروا مقاديفي ليه؟ امال انا كنت مع الفتوة ليه النهارده؟ الراجل هياخد باله مننا وهيعين لنا لدرجي، هيجي يبلغنا لو البوليس كبس علينا. يعني انت مالي يدك؟ ايه اللي مالي يدي؟ يا ابني ماني اللي في وش المدفع، انا اللي هتاخد. فوق كده انا بقول لكم اهو، كله تمام وقلصة. سب الله، عايز اتكلم وياك. كلم ويايا. ما تروح يا ابني تشوف شغلك. معقوله مش كفايه امك اللي راح تجيب مترين جاز بقالها كام ساعه لسه ما رجعتش؟ وقوم ما تقطعش الرز يا ابوي. انت يعني شايف الزباين مقطعه بعضيها؟ عايز اتكلم معاك يا شيخ. يا دي الخوت اللي على الصبح. قول. واني بعسل كيف كل يوم سمعت زبون بيقول لي زبون. ما قدرينيش على عيقه، هنقدر على ما نطيرها. ايه بقى، ما عجبتكش الحدوته دي ولا ايه؟ لا يا اخويا انا مش فاهمها. بدي افهمها، يعني ايه العايقه ويعني ايه مقطره ولا مؤاخذه، يعني ما قادرينش عليها كيف. العايقه دي اللي هي المره اللي فاتحه بيتها للمشي الموضوع، ومقاطرها اللي هي النسوان اللي بتبقى المعلمه بتاعتهم وتبقى الضمانه ليهم. يا بوي كيف ما بتعمل ويانا؟ ما تلم نفسك يا ادب العلا، والله اقطع رقبتك بالسكينه. حد يقول على المعلم صاحب القهوه كلام زي ده؟ بس جينا للمفيد، المعلم على عيني وراسي، صاحب القهوه دي فيها كلام. غرضك ايه يا ابو العلا؟ شوف يا اخوي، انا سرقت كيف ما انت سرقت، وانت قاعد واني شغال، يبقى لازم تعديني شريك في القهوة. تتجنن ولا تهبلت ولا حصل في نافوخك حاجة؟ ليه لمغز يعني؟ ما استصغرني في نظرك ولا أنا قليل القيمة؟ ده ممكن تبقى شريك في رأس المال لكن أدي أنت بتشتغل وآخر يوم بتاخد أجرتك. يا بوي تبقاني قديم الصاحب مطرح أجر يعني؟ طب ما أنت أجري. طب الله، أنت عايز تعمل راسك براسي؟ يا لا، الشكون أنت بين الناس. انا المعلم، انا اللي بدور القهوه دي. عاجبك ولا عندك كلام تاني؟ لا يا اخوي، لا تاني ولا تالت. انا هقوم عشان دمك ما يتحرقش وفور. كيف القهوه؟ ماشي. قال ما قادرينش على العيقه، نقدر على ما قطرها. يا شيخ
بالك يا ريا، انا ما اعملش حساب غير ليكي عشان شجاكي وتعبك اللي هيروح هدر ده. عايز ايه ابو العيب؟ ان كان عليا انا عايز حاجه. امال وقفت الوقفه دي ليه؟ حسب الله، حسب الله اللي عامل لي فيها معلم، وقاعد من غير لا شغله ومشغله، وطول النهار يبحلق في النسوان اللي رايحه الجايه. بحلقه ايه ونسوان ايه؟ انت بتخرف يا ولا؟ بخرف ايه؟ عم يبحلق في الست اللي ساكنه قصادنا، واحنا ما عايزينش مشاكل مع جيراننا. بالك انت جوزها لو داري هيقطع رجلته بالسكين. ايوه عليك، انت جبت الكلام ده منين يا ولا؟ ما انا بقول لك اهه، انت رايحه جايه طول النهار شجيانه، او كدك وتعبك رايح للجير المعلم اللي هيخبص من وراك. انا لما شفتك كده ما رضيتش تسيبك على عماك. بنور. نورت يا اخويا. ومين دي اللي امتص في نواضرها اللي بتبص له؟ انا ما قلتش ان هي اللي هتبص له، هو اللي هيبحلق لها طول الوقت بعينيه اللي عايزين يتخزبوا. ايوه قاعد يلف في سجاير ويشرب القهوه وشاي وخمره من تعبك وشجاكي، وعامل لي فيها معلم قدام الولدين. عارف انا بقى لو بقيت معلم والف دخان زيه واشرب قهوه وخمره زيه، اقدر اوقف عند حده وما اخليهوش يتوارى، وتفضل عيني عليه طول الوقت. اجري يا ابو العيله، اجري روح اشتغل يا ابو العيله، انا دماغي مش ناقصه. معلم ايه وهباب ايه وحسب الله ايه، انا كفايه عليا دماغي اللي بتزن ورجليا اللي مفقفقه قد كده من الراحه والجاي. اجري يا ابو العلاج. اختي يا اختي، انا قلت نفهموكي ونفطموكي بدل ما الفاس تقع في الراس وتقول يا ريت اللي كان مكانش. انا قلبي عليكي. عليكوا على اللي جابوك بدري. عايز تعمل معلم؟ عايز تعمل معلم يا ابو العيل على ثلاث نسوان، امك واخواتك الاثنين؟ ان شاء الله تخيب اكتر ما انت خايف. ما هو عشان انا يا اخوكي لازم اخاف عليكي وقلبي يبقى عليكي وحابي عليكي. فاكره زمان؟ فاكره زمان حفال الدقيق اللي كنت اسرقه ليكي؟ ده كان كله تراب. يا لهوي! بس بلا عيد ربنا يغفرها، بلا عيد ربنا يغفرها، بس بلا عيد ربنا يغفرها، بلا عيد ربنا يغفرها، بلا عيد ربنا يغفرها، بلا عيد ربنا يغفرها. يا لهوي! يا جدع انت تبقى راجل كده وتضرب في حرمه؟ والدعوه لما تشهلك واقفين رجاله عشان الولد وسايبينه يعمل في الوليه، تاكلوني لو انتوا كتار وقليلين. قومي يا سيد. اسكت انت اللي هتضربك. تضربني انا؟ طب انا بنتك بالضرب. قومي يا اختي قوم، قومي كتاكلي لو انت هفه. اوعى انت وهو. اوعى اوعى يا حرمه، اوعى اوعى اوعى. انا بس على بس على بتضرب مرق عر، بتضرب مرق، بتضرب بتضرب وليا يا دردل، بتضرب وليا يا دسمه، بتضرب وليا اللي ما عندكش نخوه. ها بتضرب وليا؟ بتضرب ها؟ عامل فيها رادل؟ قرف داهيه.